المدائح النبوية والقصائد التي يمدح فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو الكلمات. هو صلى الله عليه وآله وسلم له مكان في قلوبنا، كما أمرنا بذلك الله جل وعلا، وأمرنا بذلك هو صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ماذا كان يقول كما عند البخاري؟ لا تطروني، لا تبالغوا في مدحي، كما أطرت النصارى. كما ليست للتشبيه، لأن النصارى وقعت في الشرك، مقصوده للتعليل، يعني لا تبالغوا في مدحي لئلا يفضي بكم هذا المدح إلى ما وقعت فيه النصارى. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ولذلك الرافضة والصوفية لما غالوا في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وغالوا في الصالحين وفي الأولياء، أوقعهم ذلك في الشرك بالله عز وجل، فجعلوا يستغيثون بهم ويدعونهم ويتقربون إليهم من دون الله عز وجل.